مرحبا برج الدلو، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. القراءة هاي المرة راح تنطبق على إن شاء الله الشمسي الطالع والقمري، وأسويها بأسلوب المرايا. أنت على هاي الجانب برج الدلو، الحبيبة والشريك على الجانب المقابل، ولكن إذا حسيت أن الجانب المقابل ينطبق عليك أكثر فأعكس الطاقة بما يناسب علاقتك مع الشريك. راح أبتدي بطاقتك. أوكي، الطاقة العامة أول شيء، وبعدين الطاقة المتفرعة منها. منشوف طاقة شريكك أو الحبيب شلون راح تتفاعل وترد على طاقتك. الطاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة. أوكي، طاقتك يا برج الدلو. أوكي، الأميرة اللعوبة، الغصن الصغير أو Princess of Wands. برج الدلو، أنت رجعت إلى ميزة أنا أشوفها من ميزات برج الدلو، ميزة أن ما تكون تخاف من الحياة، ما عندك مخطط واضح، إذا مشى تكون سعيد، وإذا ما مشى مثلا تحس بالاكتئاب. بالعكس، أنت تحب أن تضع مختلف الأقنعة، ومع الشريك، مع الشريك أنت أشوف أن هذه من الأمور اللي تخليه متمسك فيك، أن أنت الأمور أبدا ما تكون معاك مملة، بما أن عندك الطاقة اللعوبة، طاقة التغيير السريع. يوم أكون جادة، يوم أكون مهنية، يوم أكون عصبية، طاقة مختلفة، تضع جميع الأقنعة، تلبس كل الشخصيات وتستمتع فيها أيضا، وهذا اللي مخلي شريكك متمسك فيك. ولو إن هاي أشوف إن الطاقة هني جدا التعبة، ساعات أوقات يحس إنه مش قادر يفهم برج الدلو، لأن برج الدلو قاعد يلبس الكثير من الأرضية المختلفة. أوقات يشوفه محترف ويعتمد عليه، أوقات يشوفه الشخص المغامر، فمو قادر إنه يضع يده عليك ويقول خلاص أنا عرفت حقيقة برج الدلو. ولكن فترة جدا جدا راح تكون مليئة بالمغامرات والمتعة في حياتك العاطفية بشكل عام. خلينا نشوف شلون طاقة شريكك ترد عليك. الساحر، كرت الساحر هو كرت برج الدلو، يحاول أن يضعك تحت المجهر شريكك ويفهمك باستخدام طاقتك الخاصة. شنو هي طاقتك الخاصة يا برج الدلو؟ طاقة أني إذا شفت في شيء صعب مو قادر أتعامل معاه أحقق المستحيل، ولكن قبل ما أحقق المستحيل أستمتع 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 فيه. شفت مثلا، بعطيك مثال، شفت في أنواع من القطط قبل أن تأكل أكلها أو قبل أن تهجم على فريستها تلعب في الأكل، تستمتع في الأكل قبل ما تأكله. عشان كذي شريكك قاعد يحاول ياخذ طاقتك الخاصة، يضعك تحت المجهر ويحللك عشان يعرف يتعامل معك. هذا الشخص يبي يصل إلى عقلك، وهو الطريق إلى قلب ترى برج الدلو، يبي يصل إلى عقلك عشان يكتشف من أنت، عشان يكتشف مفاتيحك اللي تشغلك، ويقدر يتعامل معك أو يقدر يتفاهم معك. لأن كأنما أنت يا برج الدلو هني وايد متعب شريكك، ولكن بطريقة مرحة، طريقة أن أنت كل يوم تتعلم لغة جديدة وتتكلمها معه، وهو شريكك ما يملك هاي القدرة، فقاعد يحاول أن يكتسبها، يحاول أن يجاريك. خلنا نشوف الطاقات المتفرعة من هاي الطاقة الغريبة العجيبة. عندنا عجلة الحظ، انت هني كأنما تقول لشريكك شلون تبيني اثبت على اسلوب معين والعالم دائما في تغيير. انظر حولك، انظر حولك حبيبي، العالم دائما لا يثبت. يمكن انتوا اتفقتوا على موضوع معين، تدخلون في شراكة، بزنس معين، ولكن انت دائما تغير اسلوبك، تغير حتى طريقة تعاملك مع الاتفاق اللي بينك وبين شريكك. هو يطلب منك الثبات، أو على الأقل أن تتفق معه على شيء قبل ما تنفذه. أنت هني تقول لا، أنا أملك السلطة، ما يحتاج أني أحصل حتى على موافقتك عشان أغير، لأن ما عندي الوقت، ما نملك الوقت إحنا هني. العالم شديد التغيير بحيث أني ما أقدر أنتظرك،
يمكن انك بسرعة ابتعدت عن هذا الشخص، ما اقدر انتظرك وما اقدر ارجع لك قبل ما اقرر اني مثلا ما راح ادخل في المشروع الفلاني او راح ادخل في مشروع جديد، راح اغير عملي، راح اسحب عليك، راح ابتعد او اقترب منك. ما يصير ما يصير، ما اقدر اخذ موافقتك يا شريكي العزيز، لان العالم ابدا في تغير وتغير سريع والوقت يداهمنا. انت قاعد تقول لشريكك انا لا املك الوقت الكافي عشان احصل على موافقتك. خلينا نشوف شريكك شلون يرد عليك. الرجل المعلق اوكي، يقول لك اوكي سوي اللي بتسويه، انا سابقى في انتظارك، سابقى معلقا او راح اعلق الموضوع. لا تتوقع اني راح مثلا انساك، مو قلت لك هذا الشخص يبي يجاريك، ولكن اسرع طاقه في التارو هي طاقه الهواء، اسرع من النار، اسرع من المياه، اسرع من الطاقه البطيئه، ابطا واحده هي طاقه الارض. حتى طاقه النار لو قالوا الناس ان هي تشتعل بسرعه، النار ما يشتعل الا بوجود الاكسجين وهي طاقه الهواء، اسرع طاقه. انت قاعد تمشي في طاقتك، طاقة برج الدلو. شريكك ما يقدر يجاريك، حاول، اشوف هنا انه حاول، كانت له محاولات سابقة باءت بالفشل. فخطته الجديدة، عنده استراتيجية جديدة، كأنما هني المثال، شفت الام اللي عندها طفل شديد الحركة تحاول انه دائما تسيطر عليه ما تقدر، فتستسلم فتقول راح ابقى واظل في مكاني وانت خذ حريتك، سوي الامور، انا اثق فيك. وهذا ليس انفصال وهذا ليس انتهاء، هذا مجرد وقت مستقطع. خذ الوقت اللي تحتاجه يا برج الدلو عشان تقوم بالتغييرات اللي تحس انها مهمة بالنسبة لك، وانا سأبقى في الانتظار، ما راح انساك وما راح اتخلى عنك وراح انتظر. دائما اتكلم عن الساحر انه هو شخص يستغل الفرص، شريكك راح يستغل الفرصة المناسبة عشان يستيقظ من سباته ويدخل، اوكي يدخل دخول قوي في الوقت المناسب. خلينا نشوف، عندك ملك الارض، احتمال انك تتعامل مع شخص برج ترابي، جدي، عندنا الجدي فوق، جدي عذراء ثور، على الاغلب جدي، ولكن ممكن يكون اي برج ثاني. عندنا هني بعد طاقة النار، راح اقول لك شو اللي يصير بينك وبين شريكك، متعاكسين انتو في الطاقة. دائما شريكك قبل كان هو الشخص اللي يعتمد عليه، اللي احتمال يملك الكثير من الاموال، وهذه طاقة الابراج الترابية، او دائما يعني شخص راعي مشاريع او يطبق المشاريع بطريقة جدا ناجحة، انسان ناجح، انسان ناجح صاحب منصب. اشوف هنا برج الدلو قال انا ابي اخذ او ابي اكون شخص قوي من أجل نفسي، أنا أبي أحقق هاي النجاح من أجل نفسي، أنا راح أقلل طاقة الأرض اللي موجودة عند شريكي. حتى لو ما كان من الأبراج الترابية، عنده طاقة أرض، عنده طاقة تخرج بنجاح، عنده وظيفة ثابتة يعتمد عليه، كريم في العطاء مع الآخرين، عشان كذي في ناس يعتمدون عليه، وهو أخذ طاقة الهواء، تبادلت في الطاقات، تبادلت أيضا في الأدوار. انزين، ولو ان هني قلت لك عندك طاقة المغامرة او طاقة تغيير الرداء والشخصيات، صح؟ هذا اللي قلت لك اياه، الرداء اللي انت راح تاخذه هو رداء الارض. خلاص، يمكن انك قررت هاي الفترة ان ما تظل وايد في الهواء وترجع وتكون انت الشخص اللي ثابت اكثر في العلاقة، اللي يعتمد عليه اكثر، اللي تنظر الى الاموال اكثر. هني كأنما اشوفك يا برج الدلو تنظر الى ما بعد المشروع او ما بعد الوظيفة، وتبي انك توفر الاموال، عندك شيء معين في بالك، هذا الشيء المعين اللي في بالك شريكك يحاول ان يكتشفه. خمس الخماسيات، شريكك هو اللي قاعد يعيش او يصرف امواله بطريقة عشوائية، انت اللي صاير هني توفر، ويمكن قبل كان العكس ترى، بالضبط هني صاير هو يصرف بدون ما يحاسب. عشان كذي كأنما احس برج الدلو شوية تباعد او اخذ، قلت لك، وقت مستقطع عن هذا الشخص. مو بس حتى صرفه والاموال، حتى طريقة تصرفاته، انت تعامل مع شخص
احتمال انه برج ترابي، ما يفكر قبل ما يتصرف، يتصرف ويخطئ وبعدين يكتشف انه هو اخطأ في حقك. لما يكتشف انه اخطأ في حقك يكون خلاص الفاس طاح في الراس وصار في نتيجة لازم نتعامل وياها. خلاص اخطأ في حقك مرة اخرى ومرة اخرى ومرة اخرى، ما يفكر قبل ما يتصرف، ما يحسب حسابك قبل ما يتصرف في حياته بشكل عام. وهذا كان اساس او سبب النقلة النوعية اللي انت مقبل عليها يا برج الدلو، نقلة اللي اذا انت ما راح تحاسب عشاني، اوكي هذا برج الدلو، اذا انت ما راح تحاسب عشاني وما راح تحسب تصرفاتك، انا راح اعتني بنفسي بدون ما احتاجك. فكأنما عطيت هذا الشخص، قلت لك مثل طاقة الأم، تعطي هذا الشخص وقت مستقطع مثل العقاب اللي أنت تكون فيه مو متواجد بشكل قوي كالسابق في حياته، بالعكس متنقل، إنزين، عشان تعطيه وقت يستخدمه في الرفليكشن، في إعادة التفكير في نتائج أفعاله. طاقة تأديب، ولكن حتى التأديب الهوائي مختلف، مو طاقة راح أظل معاك وأتكلم في الموضوع لحد ما تكتشف أخطائك، لا، طاقة اللي راح أنسحب وأنت فكر في نتائج أفعالك وراجعها في وقتك الخاص. ملك الأكواب، عقرب حوت سرطان يقابلها، الغصن الأول، من بعد طول انتظار، من بعد صبر طويل، وجود ملك الأكواب عندك يا برج الدلو معناته أنه راح تضطر انك تطول بالك على هذا الشخص وايد وايد، مو شوي، وايد كثيرا من الصبر والتفهم واحسان النية، تحسن النية فيه، وان كانت اخطاء كثيرة ومتكررة راح تضطر تاخذ معاه طاقة احسان النية والتقبل اللامحدود لحد ما يكتشف، لحد ما هني معلق نفسه يبي يكتشف شيء، يبي يطيح على اساس مشكلة شيء، وراح يطيح عليها، راح يكتشف أساس المشكلة مع نفسه أو داخل نفسه، شريكك راح يكتشف الطريقة الصحيحة في التعامل معك، مو هني هو يحاول يكتشفك أنت، وهذا تصرف خاطئ. لازم يحاول يكتشف ليش أنت ما تعجبك تصرفاته، أو شلون حتى ممكن يحسن من تصرفاته عشان يكسبك. وجود العصا هذه دائما أقول هي ترى عصا الساحر، هذا الساحر اللي عندك أو شريكك تنقص العصا، ينقص الفهم الكامل إلى شلون لازم تتعامل مع برج الدلو، وراح يستطيع أشوفه في المستقبل، راح يستطيع أنه يمسك العصا من المنتصف، يوجد لنفسه أو لك توازن أفضل في العلاقة. مغامرة جميلة وتغيير يعني جميل، خلنا نشوف شلون راح تصير أو إلى ماذا راح تتطور العلاقة بحلول نهاية الشهر. أوكي هذا الكارت سقط لك، يعني كارتك أنت يا برج الدلو. شوف الشريك، برج الدلو عندك الكارت رقم 0 دريمر أو الحالم، هو أيضا نفس كارت الفول أو الأحمق، هذا أيضا من الأطباع أو من مميزات مخيلة برج الدلو. يستطيع أن مو عندك هنا طاقة ملك الأرض الثابتة المستقرة المتفهمة، ولكن ما في أحد أشطر من برج الدلو، وهذا اللي راح يدركها بخصوصك شريكك، ما في أحد مثله لما يأتي الموضوع إلى أنه يترك ويرحل. مهما استثمر معاك برج الدلو، مهما استثمر معاك، هو من الأبراج اللي في النهاية لما يحس إن حان الوقت لبداية جديدة راح، وحتى لو كانت البداية الجديدة بعيدة عن الشريك راح تقبل عليها. لما يشوفك الشريك راحل أو مبتعد، ولكن جدا مو لعبا ومو توهم أنك مبتعد، لا فعلا راح تترك كل شيء بيدك وتنسحب، تقفز من أعلى التلة، تذهب مبتعدا عنه. هني أنت راح تلهمه عشان يتصرف التصرف الصحيح، البداية القوية اللي محتاجها، اللي لطالما كان يفتقد الحافز انه يعطيك اياها. اللي بعده، العالم،
العالم مقابل الكرت رقم صفر الحالم. العالم السفر أو ختام مرحلة معينة بنجاح. شريكك راح يتعلم الدرس، حتى لو أنت كنت مثلا فقدت الإيمان فيه راح يتعلم الدرس في النهاية، حتى لو مو برضا مجبور، لأن أنت راح ترحل أو فيه هني خوف من أن يفقدك. أوكي، راح يتعلم الدرس ويأخذ العلاقة إلى مكانها الصحيح. عزيزي برج الدلو، هذه كانت قراءتك الخاصة بشهر يونيو. أتمنى لك كل التوفيق.